عقدت نقابة المعلمين فرع عمان في مجمع النقابات المهنية الأحد المؤتمر الشعبي لحماية المناهج تحت عنوان مناهجنا في خطر، بحضور عدد من المعلمين والنقابيين والمختصين بالمجالات التربوية والمناهج. مدير فرع نقابة عمان موسى عزت قال إننا كنا نطمح للتطوير، ولكن ليس كهذا التطوير الذي شهدناه، وإن هذه الحملة للتعديلات ممنهجة، وأنه يترتب على الجميع أخذ الدور والمسؤولية أمام المجتمع. في هذا الحدث الجلل والذي يعتدى فيه على قيم الأمة وماضيها ومستقبلها بتحريف المناهج وتشويهها وتزويرها وشطب بعض آيات ربها وأحاديث نبيها، إنه لاعتداء صارخ على أبنائنا، عدة مستقبلنا وعنوان أملنا، ولإبراء أنفسنا أمام الله والناس ووقوفا عند واجبنا الديني والأخلاقي والوطني، فلا يؤتين من قبلنا. لذا وجب علينا الهبة للدفاع عن ديننا ووطننا أمام حملات العلمنة والتغريب. لسنا متطرفين ولسنا متزمتين ولسنا ممن تحجرت عقولهم. وفي كلمة لوزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي قال إن هذه التعديلات هي تغيير للكتاب وليس تطوير للمنهاج، وإنها تشوه المحتوى وتعتدي على المفهوم. المنهاج هو الأساس في بناء شخصية الإنسان، وما شاهدناه في الفترة الأخيرة هو ليس اعتداء على المناهج، بل هو اعتداء كبير على الأمة بتاريخها، بدينها، بثقافتها، بكل مكوناتها. هي عودة إلى ماضي انتهى، عودة إلى التعليم التقليدي الذي كان في حينه مهم، حينما كانت المعرفة هي الغاية. وقال الخبير في المناهج التربوية فواز سعود إن المعترضين على هذه التعديلات هم شريحة كبيرة من المجتمع، أبرزهم المعلم والطالب وأولياء أمورهم. هذه المقدمة أيها الإخوة تشكل دعامة قوية في فقه الأردن وفي مناهج أبناء الأردن في تراثنا ومعتقداتنا، فحري بأهل هذه الديار أن يحافظوا على هويته وتاريخه وقيمه وحماية أجياله من عاديات الزمن.